السلام عليكم خوتي، ان شاء الله نتمنى تكونوا مزيانين بصحه وعافيه جيده ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا مزيانين. راني عارف بلي طولت عليكم خوتي، سمحوا لي. راكم عارفين الخدمه بزاف، عارف بنادم كيجي عيان من الخدمه ما كيفكر حتى في شي حاجه، كيفكر غير يدوش ياكل وينعس. يعني انا هاد القناه هذه خوتي باش تكونوا على علم، انا ما محتاجش شي حاجه الحمد لله. انا هاد القناه بغيت ندير فيها واحد الفيديوهات باش نعاون الناس. يعني كان يعني عارف بلي بزاف ديال الناس، عارف بلي بزاف ديال الناس مساكين راهم مقبولين على الزواج هنا باجنبيه، ولا بنت عاوتاني مقبله بالزواج باجنبي ولا الماني، ويعني وكيحصلوا في الوثائق وكيحصلوا بزاف ديال الصوالح كما انا كنت نحصل، حتى واحد ما كان يوريني الحمد لله. يعني ودابا بغيت نجي نعاون الناس، يعني اي حاجه اللي فاتت عليا بغيت باش نعاونكم فيها خوت. ويعني دابا جيتكم بواحد الفيديو جديد ان شاء الله، اللي هو الحمد لله من كديروا دوك الاجراءات اللي ذكرتهم في الفيديو اللي ذكرتهم في الفيديوهات اللي قبل، يعني ما كتعطيكم ان شاء الله الفيزا وكتدفعوا له الوثائق ديالكم كيعطيكم فيزا وكتجيبوا هنا تخلطوا هنا لالمانيا، كتجيو هنا لالمانيا ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله جميعا. يعني اول خطوه خوتي كديروها، اول خطوه ملي كتجي توصل هنايا، يعني كترتاح داك النهار تبدا لي اول خطوه اللي كديرها واللي هي مهمه جدا. يعني الزوجه ديالك ولا الزوج ديالك راه يكون عارف هادشي، غادي تقولي له هادشي ولا تقول له هادشي راه غادي يعاونك فيه. يعني اول خطوه هي مهمه ديرو تسجيل في البلديه على حسب شهاده السكنه. عقلوا خوتي، التسجيل في البلديه على حسب شهاده السكنه، سميتها بالالمانية ان ميلدونغ، يعني كتميل دي راسك في داك السكن في ديك الدار اللي راك عايش فيها باش يبقاو يجيوك البراوات ديالك، باش يبقاو يجيوك كلشي. يعني الناس الالمانية راهم عارفين هاد الشيء، هذا سميتها ان ميلدونغ. هذه اول خطوه ديرها، المقاطعه ديالها بحال المقاطعه ديالنا في المغرب بالبلديه فوالا. هذه اول خطوه ديرها، يعني من تكمل من دير اميلدونغ ودير تسجل، يعني تسجل في البلديه وتسجل شهاده السكنه ديالك، هذه مهمه. هذه راه باينه مساله ضروريه بالنسبه للسكن ضروري. على كل شخص من كيوصل هنا لالمانيا راه خصو يدير المده ديال، نشوف عندكم المده، يعني المده المحدوده الشهر، يعني ما تفوتوا الشهر باش تمشيو تسجلوا. نتوما راكم ما غاديش تقعدوا شهر، يعني نهار يومين ثلاث ايام، المهم عندكم المده ديال الشهر. وحسن غير بنادم يوصل يديرها يسجل في البلدية. المهم البلدية ديالهم هنايا سميتها رات هاوس، ديالهم انا سميتها رات هاوس بحال المقاطعة ديالنا. من غادي تسجلوا في البلدية وتكملوا في البلدية في نفس الوقت غادي تمشوا لمكتب الاجانب او سلاند ابي هولدر، كل واحد وش كيقولوا، بس كفي بزاف ديال السماوات ولكن هو معروف او سلاند ابي هولدر. غادي تسجل مي غادي تمشيو لمكتب الاجانب غادي ديروا طلب الاقامه، غادي ضروري غادي من ديروا طلب الاقامه، لان الاقامه كتعطل بزاف. هذه قبل ما كانتش تعطل، في 3 سيمانات 2 سيمانات كانوا يعطوها الاقامه ديالك. لحقاش نتوما ملي كتجيو ما كيعطوكم غير مده ديال 3 شهور، فيزا فيها 3 شهور، خص من تكمل ديك 3 شهور غادي يعطوكم واحد لاكارت الاقامه على حسب، كيعطيو عام عامين 3 سنين، المهم على حسب الاقتضاد وعلى حسب الناس هنا، لان الاقامه كتعطل بسبب العمل الكثير والاقتضاء نتاع الاجانب هنا نتاع الاوسلاند. الموعد المهم، الموعد طلب الاقامه ومن غادي ديروا ومن غادي تكملوا الاوسبيل غادي تكملوا شهاده السكنه ديالكم وغادي تمشيو للمكتب الاجانب ديروا طلب الاقامه. راني كنعاود الهضره باش تفهموا خوتي، من تكملوا هاد الشهاده كتستناو يعطوكم رونديفو، يعطوكم موعد. الموعد الاول يكون تحقيق امني. واش تحقيق امني وشنو هو؟ يعني كيسولوك واش انت كنت مع السياسه، واش درت، واش فعلت، واش كنت دير هذه، واش كنت دير هذه، واش الحمد لله المغاربه مزيانين في هذا الشيء، خاطيهم هذا الشيء. يعني غادي يعطوكم واحد الليسته كبيره، فهمتوا، فيها بزاف ديال الاسئله، ودوك الاسئله كاملين ان شاء الله غادي تكتبوا فيهم لا 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 هذه عينها راه باين، يعني انت ما خاطيك من هذا الشيء، يعني ما كان كلك كنت لا في السياسة لا في حتى شي حاجة. من
بعد كيجيكم الموعد الثاني عقل اختي، من بعد كيجيكم الموعد الثاني اللي كتعطيو التصاور ديالكم فيه اللي كتعطيو خوتي. سمحوا لي ما كملت لكمش الفيديو، جاني واحد الاتصال وجاني جا عندي واحد الاخ ديالي يعني كان يهضر معايا، وكنت يعني باش ما نتبرزش في الفيديو يعني نكمل لكم الفيديو. قلت لكم من بعد ما كيجيكم الموعد الثاني، يعني من بعد ما كيجيكم الموعد الثاني كتعطيو فيهم التصاور ديالكم، كتعطيو يعني وكتبسموا فيه، يعني كديروا البصمه، هذاك هو الموعد بالضبط ديال الاقامه باش يعطيوكم الاقامه. سمحوا لي الا كاين هنا شي ضجيج ولا سمحوا لي اخوتي، يعني ما لقيتش فين ندير لكم فيديو، حيت درت لكم هنايا ونتمنى تسمعوا مزيان. ومن بعد ما الموعد الثاني هو اللي كتعطيو فيه التصاور وكتبسموا فيه، هذا هو الموعد بالضبط ديال طلب الاقامه، هذا هو الموعد بالضبط ديال طلب الاقامه. قبل كانت يعني تعطل 3 اسابيع يعطوها لكم، اليوم دابا ولا تعطل من شهر حتى ل3 شهور، فهمتوا خوتي؟ على حسب البلديه وعلى حسب على حسب البلديه وعلى حسب يعني الاكتضاد نتاع الناس، وعلى حسب كما نقولوا كاين بزاف ديال الناس، كاين بزاف ديال الاوسلاندا، كاين بزاف ديال المهاجرين، فهمتوا خوتي؟ والان ودابا ما بين 3 شهور شهر حتى 3 شهور ويعطيوها لكم ويوجدوها لكم. واحد الخطوه اللي حتى هي مهمه بزاف 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 خوتي، ما خصش تعطلوا فيها، ما خصش تعطلوا فيها، هي التأمين الصحي. التأمين الصحي اخوتي لابد ديروا التأمين الصحي، يعني الزوج ديالك ولا الزوجة ديالك تدخلك معاها في التأمين الصحي، يعني ضروري تدخلك معاها في التأمين الصحي. التأمين الصحي واش هو؟ يعني كيما نقولو تمشي للطبيب دير التحاليل، دير أي حاجة، أي مرض الله يبعدكم عليه ويبعدنا عليه، أي حاجة كتحتاجوها في الطبيب تمشيو ما تخلصوا عليها تدري باطل، يعني حتى شي حاجه. التامين الصحي الزوج ولا الزوجه ديالك خصهم يدخلوك يدخلك فيه. كيتسمى هذا التامين الصحي تامين عائلي، يعني مؤمن تامين عائلي، يعني بالالمانيا سميتو فاميلي في سيشيغون، فاميلي في سيشيغون الألمانية سميتها. المهم هاد التأمين كيخليك تمشي لأي مستشفى بغيت بدون ولا حتى سنتيم، أي حاجة باطل، الدواء باطل، كلشي باطل. المهم مين كدير التأمين طلب، مين كدير طلب التأمين الصحي، التأمين الصحي خوتي راني نعاود في الهضرة لحقاش بغيت نفهمكم مزيان مزيان. وسمحولي من كدير طلب التأمين الصحي كيجاوبوك بالزربه، يعني ما كيتعطلوش. ممكن كيجاوبوك بالزربه لمده تاع 3 ايام 4 ايام 5 ايام، كتجيك لاكارت في لابواط في الدار ديالك، صافي كتجيك كدير بها اللي بغيت، صافي كتمشي الى بعيد الشر جات غير الواحد تقدر تمشي عطاوك الدواء باطل، تمشي للطبيب اي طبيب بغيتي يفوت عليك اي حاجه. المهم هادو هما المراحل اللي خاص بنادم يديرهم بالزربه من يجي اول مره هنايا لالمانيا، هادو هما المراحل اللي ذكرتهم الاول. المهم هادو هما المهمين، الحاجه المهمه من يجي اول مره هنا لالمانيا، من تحط الطياره هنا يعني ترتاح نهار يومين يعني تبدي بهم، فهمت؟ هادو هما الحوايج المهمين. المهم هادي ما كتعطلش 3 ايام 4 ايام 5 ايام كيعطيوها. ومن بعد النصائح اللي بغيت ننصح بها خوتي ان شاء الله، ان المعيشه في المانيا والاندماج، المهم الاندماج اهم حاجه هنا في المانيا، هي اللغه بالنسبه للانسان يندمج في المجتمع الالماني، خاصو يتمكن من اللغه. اي واحد كيجي لالمانيا خاصو يتسجل في المدرسه،
ديال اللغه الالمانيه. هذا الشيء ضروري منها اخوتي، يعني اي واحد خصو يجي هنا الماني يسجل في المدرسه، هذا الشيء ضروري، هذه من حاجه الضروريه. بالنسبه للاقامه اخوتي، يعني بالنسبه للاقامه اخوتي كما بغيت نقول، بالنسبه هذه حاجه مهمه بالنسبه للاقامه، من الاقامه الدائمه، بالنسبه للاقامه الدائمه يعني ضروري بنادم ملي كيجيو يعني كتكمل المسائل ديالك وكتبغي دير الاقامه الدائمه، ملي كتمشي عندهم كيسولوك كيقول لك اودي كما نقولوا واش يعني واش درت الدوره الاندماج تاع تاع البي ايز، اللي كيطلبوا لك البي ايز باش يعطوك الاقامه الدائمه. هذه من مور ما يعطوك الاقامه يعطوك فيها عام ولا عامين، ملي كتكمل يعني كدير دوره الاندماج كتقرا في المدرسه، ملي كتكمل كيكمل لك داك العام وتمشي عندهم باش يبدلوا لك الوراق يعطوك الاقامه الدائمه، كيسولوك على الدوره ديال الاندماج يعني على البي ايز، خص ضروري يكون عندك البي ايز. كيسولوك واش درت دوره الاندماج، خاصو يكون عندك المهم بي ايز، مستوى تاع البي ايز. واحد الحاجه اللي حتى هي مهمه بالنسبه للناس اللي عندهم دبلومات شهادات بكالوريا اي خارج من الثامنه خارج من التاسعه، مهم اي شهاده، مهم دبلومات ولا اي حاجه، خاصو يمشي يبحث على واحد مكتب سميتو انريك اونغشتيلا. هذا المكتب هذا انريك اونغشتيلا، هذا المكتب هذا مختص، هذا المكتب هذا اختصاص ديالو هو معادله الشهادات، يعني يعاونوك باش ما تخدمش اي خدمه، باش ما تخدمش اي خدمه، يعاونوك باش تخدم شي خدمه اللي زينه بزاف، يعني ما فيهاش تماره، فهمت؟ هنا الخدمه اللي العامله محتاجينها، فهمت؟ ولكن باش انت الا عندك اي شهاده باش تجي تخدم غير شي خدمه اللي ماشي واعره بزاف، فهمت؟ يعني غير راحه وتجيب بها الفلوس بزاف، ماشي تمر ما هنايا راه كاين الخدمه موجوده كيما مشي تخدم تمر، المهم الخدمه كاينه. وهنا هذا الا عندك شهادات يعني كيساعدوك بزاف اقصى درجه، يعني كيعدلوا لك بحال نقولوا الا يقول لك واش الباك ديالك ما معادل مع الباك نتاع المانيا، الشهاده نتاعك معادله مع هذه الشهاده نتاع المانيا، فهمتوا كيديروا المقياس. المهم هذا الشيء كامل راني نقول لك، الا ما كنتش تاخذ مساعده من جوب سونتر، الا ما كنتش تاخذ مساعده من الدوله، وما الا كنت تاخذ مساعده من الدوله يعني هما كيتكلفوا لك بالمدرسه، هما كيتكلفوا لك باي حاجه. المهم هذه ملي تكون في جناح تحت الزوجه ديالك، ولا تكون في جناح تحت الراجل ديالك، يعني كيساعدك في كل شيء، يعني كيعطوك واحد الفرصه 3000 درهم حتى 3500 حتى 4000 درهم، هذه ديالك بوحدك باش تاكلي بها وتشربي تحوسي كذا، هذه من جوب سونتر. وكيما نقولوا يعني 350 اورو 450 اورو كيعطيوها لك، هذه باش تعاوني بها راسك، الا ما جمعتي راسك يعني القرايه اي حاجه، فهمتي؟ هما يخلصوا لك القرايه، هما يخلصوا لك اي حاجه، المهم هما يوقفوا معك، هما يساعدوك. هذا الشيء كنقول لك الا ما كنتش تاخذ، المهم الا ما بغيتش انت يعني تكلف بالجوب سونتر، ما بغيتش يعني كيما نقولوا تدخل في جوب سونتر ما بغيتش باش يعاونوك الدوله، كتمشي لهذا المكتب اللي ذكرته انا دابا عندكم هنايا، تمشي هما يساعدوك باش تخدم. المهم هنا اي حاجه بغيتوها راها كاينه، يعني ما حتى حاجه ما مستحيله هنايا، انتو خوتي يعني، وتخدم خدمه نقيه وتخدم خدمه اللي بغيت انت اللي عندك في الدماغ ديالك. المهم خوتي، المهم ان شاء الله ما نكونش ثقيل عليكم، وهذه هي الأخيرة تاع الفيديو، ان شاء الله فيديو جديد، وكتبوا لي في لي كومونتير شنو بغيتوا تعرفوا كاملين، على من بغيتوني ندير لكم فيديو ان شاء الله. وان شاء الله ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس وديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد، يعني هذا الشيء راكم ما غاديش تلقاوه شي يوتيوبرز يقولوا، يعني انا بحكم التجربه ديالي قلت لكم انا كلشي التجربه ديالي، يعني باش انا وصلت هنايا لالمانيا المهم قلتها لكم، يعني هذا الشيء صحيح 100%، وبزاف ديال الناس راني عارف اللي كيقلبوا على هذا الشيء وما كيلقاوش، اقسم بالله العلي العظيم، يعني كما انايا حتى انا فوت هذا الشيء ما لقيتش اللي يوريني، بغيت نوري الناس ونعاون الناس باش نسهل عليهم الامور. ونتمنى ان شاء الله تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل للناس، باش يستافدوا الناس،
ونحبكم وتهلاو فراسكم والله يسهل عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.